الله، المطبخ وجمال المطبخ. واللذيذ بقى ان انا النهارده معايا 4 شباب بس كلهم محبين للمطبخ جدا، وشكلهم شيفات صغيرين وبيساعدوا مامتهم وباباهم في البيت. صح؟ صح. تعملوا اكل يعني؟ استاذ كتير. استاذ احمد شكله شيف خطير، تعالى كده نعرف بقى تعمل ايه احسن. بتعرف تعمل ايه في البيت يعني؟ اعرف اعمل حاجات كتير. زي ايه يعني؟ اديني اكتر حاجه انت جامد فيها. مكرونه. حلو. فشار ومكرونه. انت بتعمل ايه؟ بعرف اعمل توست بالجبنه. حلو قوي. بعرف اعمل ايس كريم اوريو. يا ولد. بعرف اعمل كيك. اوكي. بس كيك اوريو برضو. ماشي. اللي هو مش في الفرن يعني. حلو قوي. حلو قوي. ماشي. اوكي. انت يا محمود بتعمل ايه؟ بعرف اعمل بانكيك وكيك. ياتي احنا بنساعد ماما. وانت بتعمل ايه؟ باكل. وانا كمان بعمل كيك. وانا بعمل اكل. ان شاء الله هعمل اكل على الاير فراير. ان شاء الله. نفس الاكل بتاع اخويا بالظبط. نفسه هو. طب ايه رايكم اعلمكم النهارده حاجه بسيطه جدا، سهله جدا جدا، لذيذه ومفيده، ينفع نساعد بيها ماما، ينفع تبقى سلطه، ينفع تبقى وجبه كامله كغدا، وينفع تبقى وجبه كامله كعشاء. ايه رايكم نجرب كده نعلمكم الحاجات؟ عندنا النهارده سلطه الفراخ بالمكرونه او باستا، تشيكن باستا، دي تشيكن باستا سالاد. وعندنا عصير طبعا رايق انا وفريش ولذيذ، نعناع وليمون وتلج وحاجات تروق الاعصاب محتاجينها. حاجات كتيره طبعا. شباب العصير جاهزين؟ جاهزين. عارفين هتعملوا ايه؟ طبعا هنخلط الحاجات دي في بعض، مش مستاهله. بس المفروض ان انتوا بقى كل واحد هياخد كوبايه كده ونخلطها بقى. ايه عارفين؟ كل واحد يحط نص. ده ليمون. وده نعناع فريش، وده تلج. فاحنا هنحط بقى شويه تلج، شويه ليمون، وفوق الوش شويه نعناع وشويه ليمون من ده. اوكي يلا رتبوا. تعالوا احنا بقى نشوف هنا هنعمل ايه يا شباب. تعالوا لي كده عشان احنا ما بنستخدمش النار. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ انا اللي بستخدم النار. ايه ده؟ مش هينفع الاطفال يستخدموا النار، لكن هينفع تساعدوني. ايه رايكم نحط بقى اول حاجه؟ اول حاجه هنحطها على النار ايه؟ الطاسه بتسخن، هنحط الزيت بتاعنا اول حاجه. يا سلام لو زيت زيتون يبقى احلى وافيد 100 مره. لا انا اللي هحط الزيت برضه. الزيت ايه؟ الزيت انا اللي احطه او ماما اللي تحطه؟ الزيت انا اللي احطه او ماما اللي تحطه؟ اوكي. حطينا شويه زيت حلوين قوي علشان المكرونه بتحب الزيت. اوكي. هنحط ايه بعد كده يا ربي؟ تعالوا نحط المكرونه. ينفع تحط اللي جاي؟ ايه رايك؟ معلش عشان المكرونه طبق كبير وخطر على النار واول نازله على النار. مقص؟ لا مفيش مقص. عايز مقص ليه؟ بايديك بقى يا حبيب، نتصرف كده. حلو جدا. نحط شويه مكرونه. حلو كده، كفايه مكرونه كده. ايه رايك تحطها تحت وتساعدني؟ محمود تعالى ساعدني هنا يا محمود. تحت هنا الدرج بتاعنا. اوكي. ودي مش معانا في الباسكت على طول. انا عايزه مقص. حلو. معانا مكرونه. هنحط ايه بقى بعد المكرونه او الباستا بتاعتنا؟ نجيب بقى شويه مثلا خضار عشان الفوايد. يلا خضار. عندنا فلفل الوان. لا هنحط فلفل الوان. حط شويه فلفل الوان حلوين. الله يا ملوكي، حلو قوي كده. ممكن حبه كمان عشان الفايده. كل ما نحط الوان اكتر في السلطه الباسكت وراك كل ما الدنيا تبقى جميله. حلو قوي. حطينا الفلفل الالوان، حطه تحت. خلصنا اللي خلصوا نحطه على طول تحت. حلو. نحط ايه كمان يا اولاد من اللي موجود عشان يلحق يسيح؟ بقى كل تشيز. تشيز. عندنا نوعين جبنه. دي جبنه ايه؟ دي موتزاريلا. اوكي. ايوه. انتوا العصير عاملين ايه؟ حلو. حلو قوي. ماشي. حطينا. يا محمود انت اللي هتحط الجبنه الجايه. حطينا شويه موتزاريلا عشان تبقى بتمط كده وتبقى لذيذه قوي وهي سخنه كده وفريش. وتعالى يلا حط انت ده. تعالى انت حط الجبنه الثانيه تشادر. يلا خلاص حطها. يلا هنعمل كده. برافو يا محمود. ثانك يو والله. انت بتساعد ماما كده في البيت صح؟ وبتشيل بقى وراك وكده. انت بصراحه اكتر واحد من اول الحلقه محافظ على قاعده ان احنا بننظف ورانا بصراحه، يعني حق يقال يا جماعه. حلو كده، كفايه كده تشادر. نقلب بقى عشان ايه؟ في ابداعات بقى، في ابداع بقى. الله. شامين الريحه صح؟ شامم الريحه. ابتدينا نشم الريحه. طيب ماشي. نعمل ايه كمان؟ مش هنحط الخس على النار. مش هينفع نحط الخس على النار. هنحط. انا احط؟ لا. كم على السكر؟ لا ده ماء. سكر؟ ملح. تفتكر هنحط سكر؟ انتوا حطيتوا سكر عندكم في العصير؟ ماشي. ما عندكمش سكر. عارفين ليه طبعا؟ عشان افيد. لا ما انا بقول لكم ان انتوا ما عندكمش سكر.
ماشي ممكن تحط. ايوه عندكم سكر. ممكن معلقه واحده مش كتير. ايوه يا حبيبي برافو. هنحط هنا معلقه معلقه ملح. طب مين عارف فايده الليمون ايه اللي بيعملوا العصير هناك؟ فايده الليمون بالنعناع ايه؟ مين عارف؟ محدش عارف؟ مين فايده الليمون والنعناع ايه؟ محدش بيجاوبني خالص. محدش عارف اي حاجه؟ شويه فلفل بقى. ممكن انا اللي احط الفلفل برضو؟ ارجوكوا. لا هي انا احط. ها محدش عارف؟ محدش فيكم عارف بجد فايده الليمون والنعناع ايه؟ فايده الليمون والنعناع ان هم بيهدوا الاعصاب. حلو قوي. وايه كمان؟ ولا الليمون فيه ايه؟ فيتامين ايه؟ فيتامين سي. فيتامين سي. فيتامين سي بيعمل ايه؟ بيخلي انرجي. انرجي وكمان بيقوي المناعه عشان ما يجيلناش برد في الشتاء. ولما بيتحط عليه النعناع، النعناع بنحطه ليه؟ انا هقلب هنا كمان. شباب العصير انا عماله بسالكم، بنحط النعناع ليه؟ عشان يبقى طعمه حلو. عشان يبقى طعمه حلو طبعا، وعشان كمان يروق الاعصاب ويسهل الهضم. كمان ريحة البق بتبقى جميلة بقى. ماشي. وريحة الأكل جميلة وقمر. طب فين بقى البولة؟ ماشي الأولى البولة. البولة دي. أيوه. يلا. أنا هحط. يلا تعالوا نحط بقية المكرونة هنا. هو اللي يحط وأنا أحط الفراخ. استنوا بقى. يلا. الشباب اللي هنا إيه أخباره؟ أنت اللي تحط المكرونة أنا هحط المكرونة. بص بقى وسع لي بقى سن. وسع لي سن. هتيجي تاكل كل وسع لي سن. إيه يا شيف مالك؟ طب اقفل البوتاجاز يا شيف مالك. عارف إزاي صح؟ شكرا يا محمود. يلا انتوا بتدلقوا العصير ولا ايه؟ ولا بتدوقوه؟ احنا خلاص كده دلوقتي المفروض هنعمل الفراخ. ايوه لا قبل ما نعمل الفراخ بقى عشان تبقى سلطه حلوه ايوه برافو يا محمود. ثانك يو والله قمه في التعاون. حلوه قوي. قلبوا طب شويه هنا قبل ما اروح اشوف العصير اخباره ايه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. يلا حلوه قوي كده. لا مش كده. حضرتك حاطه ابني فيها ولا ما لا استنى. ايه اخبار ايه اخبار العصير يا شباب؟ اتفضلي دوقي. وروني بقى. ايه ده؟ انتوا بتعملوا كده في البيت؟ لا. لا؟ ما يبقى هننضف بعد ما نخلص. ماشي. ده كمان عملوا زينوا. انا بوظت لك الليمونه دي. انا اسفه بس عندك ليمونه ثانيه. يلا. ايه ده؟ ده صلحها. عندنا كده عصير جاهز وظريف ومتضايق. عايزين بقى ننضف مكاننا عقبال ما نروح نشوف السلطه اخبارها ايه. يلا انتوا. ايوه امال مين؟ يلا بينا. يلا المناديل بتاع اهي. النهارده هنقول لكم يا جماعه وصفه المكرونه. معاكم مناديل. يلا احنا بقى اخبار السلطه بتاعتنا ايه؟ بقت جاهزه؟ بقت جاهزه. حط دي في الباسكت. بص بقى احنا ما بنحطش الخس على النار. احنا بنحط الخس في الاخر كده اهو على الوش. وبعدها بقى هنعمل ايه؟ المكرونه. لا المكرونه بتاعتنا جهزت. هنحط بقى تعالى تعالى هنحطها كلنا تعالى. بس خلاص يا محمود احنا مش عايزين دي. نضفوا نضفوا انتوا يلا. هنبقى نزوق بقى كده. بصوا بقى كده نزوق. يلا حطوا معايا. تعالى يا محمود. استنى زي ما انت انا جايه لك يا مالك. يلا يلا لا نعملها بقى كده ايه حركات. نزينها. نزينها. هي مستويه جدا اصلا. مستويه خالص. لا تبيت المكرونه دي. احنا انت عارف ازاي الفراخ بتتعمل؟ متبلينها وحاطينها على النار مش اي حاجه خالص. الفراخ دي متبله ملح وفلفل وكمون وليمون وحاطينها على النار بزيت خفيف. وبعدين بقى ما طلعت الفرخه قطعناها صغنن جدا وهنحطها اهو على السلطه. وبكده نبقى جهزنا السلطه بتاعتنا والليمون الحلو بتاعنا. الشباب بيكملوا تنظيف في المطبخ. واحنا بقى احب اقول لكم ان احنا بكده نبقى وصلنا لنهايه رحلتنا النهارده. بس لسه عندنا اغنيه حلوه قوي 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 هنروح نغنيها ونقول لكم بعدها باي باي.